هي دي بديعه، انا ما عرفت ميزه، ما عرفت تحيه. يشوفوا من حقي، يشوفوا من حقي وينصفوني ويقلبوا على الحقيقه. شكرا للطاقم ديال شوف تي في اللي كيفضح الحقيقه وكيبين الحقيقه وكيبين الحقيقه للعداله والقانون. انا جيت اليوم لقصر العداله لان سيدي انا مرعرجه كنتلاوح في البيروات، ما عطاونيش حقي، خاصهم يجيبونا يقدمونا عند السيد وكيل الملك، جابوه باقي ما عرفتش عليه والو. اليوم سيدي ها اللي عندي البنيه شدوها هاد الناس، تكرفصوا عليها، ضربوها، حدقوا، كاينين الكاميرات ما بغاوش يجبدوا الكاميرات، كاينين موالين الدرب كاملين فكوا، موالين الدرب خايفين من هاد الناس. ودابا سيدي الدريه مرضات ليا مرض نفساني، ها هي دابا ديعه، انا ما عرفت ميته، ما عرفت حيه، والدريه عندها وليد صغيور عنده 5 سنين، هذاك النهار كانت جايباه من الجامع، كان جابته من المدرسه وجابته دار الكوتي، ومن الكوتي داتو للجامع كيمشي يقرا في الجامع مرسلات العشاء. جابته دخلوا انا هجموا عليا انا الاولى، جريت عليهم هما بربعه، الدريه ثلاثه دريات بناتو امهم هي اربعه، والدريه الخامسه بقات في الطوموبيل، حتى الاخر عاد جاتني بعصاتها، اذا هما خمسه، والدراري اللي ضربوها هي ما عرفت الله اعلم 8 ولا 10 ولا شحال، لان كل شيء مصور في الكاميرا، الحقيقه هي اللي في الكاميرات، الحقيقه اللي باغي خاصو يشوفها السيد وكيل الملك في الكاميرات. وما يقولوش لكم راه تيبريماو، وما يقولوش لكم راه تمسحوا، وما يقولوش لكم، لان هي دارت عند الناس وطلباتهم، دارت عند موالي الحوانت ودارت عند كل شيء، حيت انا هذا الغوت انا ما فراسيش، انا باركه في الدار تعيط عليا السيد ملصاكا، قال لي سعيده، قلت له نعم، قال لي راه بنتك كيضربوا فيها شي وحدين، قلت له شكون هما؟ قال لي كيضربوا فيها، كيضربوا فيها، تعدوا عليها امهم وجابوا الدراري كرفسوا على الدريه، جاتها صدمه نفسانيه. الدريه كانت صحيحه في صحيحه ما فيها والو، جاي من المقاطعه هذاك النهار، هالوريقات عندي فيهم التاريخ اللي ضربت فيه، هذاك النهار جايه من المقاطعه كانت تصنف وريقات لولدها، ما عندها حتى حاجه، قلعوا لها السبرديله من رجلها، جايبها لها بنت اختي من طاليان، انا ما عنديش تشري لها، راه كيجيبوا لها ولاد اختي، وكتجيب لها بنت اختي، هاد السبرديله اللي قلعوا لها من رجلها، ودقدقوها وضربوها لراسها. رسالتي للناس ديال القادع، الله يجازيهم والله يكثر خيرهم، وعندنا ثقه كبيره في القادع النبي النازي باش يعطينا حقنا من هاد الناس. دابا تهمي لي حتى ولدي، حتى ولدي ولاو باغيين يشدوه، حتى ولدي، ولدي عمره ما دوز نهار الحبس ولاو باغيين يشدوه، ولدي عنده مشاكل خاصه مع باه، رباه هو اصلا محامي وعنده مشاكل خاصه، ما كيعرفوش بريال، ولاو باغيين يشدوا لي ولدي حتى هو. بغيت نعرف هاد الناس اشنو بغاو مني. رسالتي للقادة هو يشوفوا من حقي، يشوفوا من حقي وينصفوني ويقلبوا على الحقيقة.